السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن أول نوع من أنواع البيانات عندنا، وهو النمبر. لو أنت واحد من الناس اللي بيدور في العالم ده ولقيت النمبر عالم كبير جدا، مفيش أي مشكلة خالص، ودي حاجة جميلة جدا جدا ومفيهاش أي إحباط. الناس اللي شغالة في علوم البيانات وبتعاملوا مع الأرقام عارفين الأرقام عالم كبير جدا، مش محتاج تكون عالم في الرياضيات عشان تتعلم التعامل مع الأرقام خالص. الحاجات الأولية والبسيطة اللي انت محتاج تتعلمها في الجافا سكريبت عشان تتعامل مع الأرقام هي دي المطلوبة. بعد كده بإذن الله لما يجيلك مشاريع كبيرة، أفكار تقيلة، هتبدأ تغوص في العالم ده وتتعلم منه اللي انت عايزه. عظيم جدا. أول حاجة محتاجين نعرفها، الجافا سكريبت بتتعامل ازاي مع الأرقام. لو انت بتتعلم لغة غير الجافا سكريبت، وليكن على سبيل المثال لغة زي البايثون، هتلاقي في اكتر من نوع من الارقام في اللغة دي. عندك انتجر مثلا يعني عدد صحيح، عندك فلوتنج بوينت نمبر اللي هو الرقم اللي بعده علامة عشرية، عندك حاجة اسمها كومبلكس نمبر. في الجافا سكريبت الارقام كلها بيتم التعامل معاها بطريقة واحدة، كلهم بيتخزنوا حاجة اسمها دبل بريسيشن. لو عايز تعيش في العالم ده وتبحث شوية، ابحث عن جملة دبل بريسيشن دي. طيب عظيم جدا. خلينا نشوف بعدها حاجة من الحاجات الظريفة جدا، حاجة اسمها syntactic sugar. دي جملة خاصة بعلوم الكمبيوتر ملهاش علاقة بالجافا سكريبت. كلمة syntactic sugar لو جينا نقسمها كده، syntactic دي جاية من syntax. syntax اللي هو قواعد كتابة الكود او البنية الخاصة بالكود، الرولز والحاجات دي كلها. كلمة sugar اللي هو السكر، يعني لما تحط سكر على حاجة يعني يقصدوا منها ان الحاجة بقت احلى. يعني syntactic sugar حاجة ببساطة شديدة ازاي تغير في syntax بطريقة تخليه اكتر سهولة في القراءة. عشان تفهم الكلام النظري ده اللي ممكن ما يكونش مفهوم خالص، هنعمل مثال دلوقتي على رقم معين. لو انا جيت اكتب رقم مليون بالشكل ده، ده رقم مليون العادي بتاعنا، وده السينتاكس الخاص بالكتابة، بكتب الرقم زي ما هو كده. لو جيت طلبت منك ان انت توضح لي الرقم ده شوية لان انا فعلا مش شايفه وخايف معرفش عد الاصفار، ورحت انا عامل كده، يا ترى ايه اللي حصل دلوقتي؟ الموضوع بقى اسهل ولا بقاش اسهل؟ بقى اسهل. دلوقتي بقى في 3 اصفار و3 والواحد، والعمليه بقت معروفه ان ده مليون. هل الكود ده غلط؟ لا، هيطلع لك مليون برضو بدون اي مشكله. هنا انا اضفت شويه السكر على السينتاكس عشان اخليه اجمل واسهل للقراءه. في الجافا سكريبت الانجن بتاع اللغه بيتجاهل علامه الاندرسكور اللي بين الارقام زي ما انت شايف كده. طيب عندنا طرق كتير نقدر نكتب بيها النمبر. ادي انا عايز اكتب مليون واحد وبعده 6 اصفار، فبكتب 1 اي وبعدين 6. الاي دي يعني انت بتقول له انا هعد كام صفر، وبعد الاي على طول في الرقم الاصفار اللي انت عايزها. ف 1 اي 6 يعني 1 وبعده 6 اصفار، اللي هو مليون، اللي هو ده بالظبط كده. ممكن ان احنا نستعمل اكتر من طريقة لكتابة الارقام. 10 أس 6 هتديك برضو مليون. 10 أس 6 دي اللي هي ايه يا شباب؟ يعني ممكن يعني معلش نطول شوية كده، اللي هي 10 في 10 في 10 في 10 في 10 في 10، يعني 10 مضروبة في بعضها 6 مرات برضو هتطلع لك مليون، اللي هي 10 أس 6 اللي هي الإكسبوننت اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب لو جيت انا كتبت دلوقتي console.log ورحت كاتب مثلا المليون بتاعتنا وبعدها 3 اصفار، يعني رقم زي اللي احنا قلنا عليه قبل كده floating point number. طبعا لو انا يعني ذاكرتي قوية شوية الفورماتر هيشيل واحد من الاصفار دي، لانه اصلا يعني 3 اصفار زي 4 زي 5، في النهاية هو قيمتهم 0 بعد العلامة العشرية بالظبط كده. ده برضو الرقم اللي قدامك ده هيطلع لك برضو زي ما انت شايف مليون، لانه الصفر ده كده ملوش قيمة، لان الكلام ده لو هنا فيه رقم واحد ده كده ليه قيمة، لكن هنا ملوش اي قيمة الصفر ده، وفي النهاية برضو مليون، الرقم نفسه مليون. طيب دلوقتي يا شباب في لغة الجافا سكريبت عندنا ليميت للأرقام بتاعتنا في النمبر. ظهر يعني نوع بيانات جديد اسمه بيج انت او بيج انتجر. كلمة انتجر يعني عدد صحيح، يعني عدد صحيح كبير. ده بيسمح لك ان انت تعمل ارقام اكتر من الليميت اللي كانت بتديهولك اللغة. طب عظيم، ده كلام جميل جدا. خليني اجي معاك بقى هنا في حتة كده مهمة جدا. استعملنا قبل كده حاجة اسمها نمبر، ورحنا حطينا جواه سترينج بالشكل ده، فراح مرجع لي منه رقم زي كده. النمبر دي يا جماعه اللي انا استعملتها دي عباره عن فانكشن بتستعمل حاجه في اللغه اسمها كونستراكتور. الكونستراكتور المسؤول عن انشاء رقم، ودي حاجه من الحاجات اللي هنغوص فيها لما ندخل في دروس الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. طيب لو جيت كتبت كده تايب اوف نمبر،
هيقول لي ان دي عبارة عن function. function يعني اداة جاهزة كده في النظام عندك او في اللغة بتدي لك مميزات او حاجات تقدر تعملها. عظيم جدا. النمبر بتاعتي دي جواها شوية خواص اقدر استخدمها، خواص ومعلومات وحاجات كتير جدا هنشوفها مع بعض. عشان تدخل على خواص الفانكشن بتاعتك او خواص الاوبجكت زي ما عملنا في الدروس اللي فاتت، بتكتب اسم الحاجة وبعدها دوت وتبدأ تأكسس على الحاجات اللي جواها. عظيم. خلينا نشوف كده، ادي النمبر بتاعنا اهو، وبعدين هقول له دوت، دي الحاجات بقى اللي جواها. عندنا حاجة من الحاجات اسمها ماكس بالشكل ده، ماكس سيف انتجر. هنا بيقول لك ده اعلى رقم امن ممكن تستخدمه، كام يا ترى؟ خلينا نشوف مع بعض. ادي اعلى رقم امن في اللغه ممكن تستخدمه. يعني ايه امن؟ يعني رقم مش هيطلع لك نتائج غريبه. في حاجات ممكن تشوفها في الجافا سكريبت، واكيد لو انت بتغوص في العالم ده وبتقلب في منتديات ومواقع وعلى الفيسبوك هتلاقي ناس كده بتديك نتائج غريبه بتطلع، ده رقم آمن. عندنا حاجة تاني اسمها max value، اللي هي بقى آخر حاجة في اللغة. الله، ايه max value دي؟ يعني ده آخر رقم هتقدر توصله في اللغة. ثانية واحدة، معنى كلامك لو جيت انا طبعت max value ده تاني وزودت عليه مثلا 2 مليون او اي رقم زي كده، معنى كلامك ان الرقم ده مش هيتضاف عليه؟ اه مش هيتضاف عليه، عشان ده الماكس فاليو في اللغة. عشان تتأكد ان انا بكذب او ان انا صادق، المفروض لو انا كذاب انه الرقم ده يكون مختلف عن الرقم ده. لو انا صادق هتلاقي الرقمين دول قد بعض، لانه مش هيقدر يزود عليه حاجة، لانه ده الماكس فاليو. شايفين يا شباب الرقمين زي بعض بالمسطرة، ودي حاجة اسمها ماكس فاليو في اللغة. شوية كده ان شاء الله قدام هتتعلم خواص اكتر، هتفهم التعامل مع الكونستراكتورز والحاجات دي. النهاردة كان بداية تعارفنا بس بالنمبر قبل ما ندخل في الخواص بتاعته ونغوص في العالم بتاعه بإذن الله. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.